أنا جيت كان احتياطنا في البنك المركزي قريب 50 مليار، 49.8. اليوم بعد سنتين بالضبط على عمر هالحكومة احتياطنا بالبنك المركزي 76 مليار دولار، وهذا أسرع نمو للاحتياط في تاريخ العراق. وفي نهاية السنة أوعدكم إذا مشت الأمور بهذه الظروف وبهذه الطريقة أن يكون احتياطنا قريب 90 مليار دولار، ويكون أقرب رقم في تاريخ العراق. هناك مشاريع تنموية أخرى قامت في الحكومة العراقية ضمن الورقة البيضاء. عندنا فئة مهمة فقيرة من العراقيين، وفئة مهمة من أوائل الشهداء والمعاقين، ما عندهم كان يحصلون على بيت. فطرحنا مشروع داري، هو عبارة عن مشروع توزيع قطع أراضي عن طريق احتساب نقاط المواطنين بدون تدخل بدون واسطات، وأسسنا نظام إلكتروني، وقدموا عليه أكثر من 3 ملايين مواطن تقريبا، قبلوا وطبقت عليهم شروط تقريبا 500,000 أو أكثر، اللي راح يحصلون على قطع أراضي قريبا حدود 300,000 واحد خلال الأسابيع القادمة. حولنا المشروع من قطع أرض إلى دور واطئة الكلفة، والحكومة توفر الأموال لهذه الشريحة من الناس، بالإضافة إلى تكون المناطق مخدومة بها إنترنت ومجاري وكهرباء وبها مدارس، وتنبني بصورة عصرية مدن حديثة. وهذا نموذج عن السند الإلكتروني، المواطن حصل على هذا السند في الفترة الأولى، وخلال أشهر بعدها قليلة يحصل على السند النهائي بعد ما يكون فرز كامل للأراضي. هذا نموذج المشاريع اللي قاعد نقوم بها.